شكر وانت شكر يا خروف الله خلي بن علي وخلي بن علي وعلاش كتبقى تسمر بالفلاح وسمر بلا صوريك سير تسمر ها وسير في خلاها واحد قال لك سير في القدرون ثمانية المسامرة عمي ثمانية ها 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 واحد ها جوج ثلاثة أربعة على أربعة هي ثمانية إلا بغيتي المعقول هذوك يديروها ستة وهذوك كيديروها ستة فلاحين هذوك عا فلاحين هذوك أنا ثاني كما سمعت خوتي البيع بالشروط هاني هاني يا اخي دوز 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 شحال عندو السي دريس في السن؟ 4 سنين شحال؟ 4 سنين 4 سنين بودريس بالنسبة للمتتبعين ديالك اشرح لهم اللون ديال هاد العود شنو؟ هذا عود زرق حط الريال عود زرق؟ حط الريال كما الناس العرب كيقولوا ليه نوار الفول كما سمعت المعلومه من عند بودريس يقول لي نوار الفول وباقي ما غاديش يدير الضمط وما عاد كيرشمهم ها وحده بوحده ها وحده بوحده كيرشمهم نيانا غتركب شحال من جلابه على ما كيركبوا هادو ساعات شحال من جلابه كيركبوا عليها الناس ثلاثه ها شو الناس شو الناس شو الناس لي زونسيال اللي عارفين شو الناس لي زونسيال اللي عارفين الناس اللي عارفه وكيحمي الحد ها زعما زعما قال ما تخافش زعما يحميهم ما تخافش كما كنشوفو حاليا بادريس عطاه جوج مليمات 20,000 درهم عارفه شنو كاين انا عارفه شنو كاين ماشي ما عارفش عاود مليح تبارك الله عاود مليح و تا بدريس حريفي تبارك الله كيعرف العام سيدي ربع راك ديك كتزو انا راه هيك هضرت معاك شويه فرونسي في الحياه هضرت معاك شويه فرونسي ما كاين حتى مشكل لا مزيانه بدريس لان كاينين المتتبعين ديالك خارج الوطن كيبغيو يعرفوا معلومات خارج الميدان راه كاينين الناس من لهيه مراقبين ومتابعينهم معقول ربحاتي ربحني بجوج ها هي يلا هاي هي من عندي انا كنسمعو جون 16 حاليا واخا ايوا انت اش غندير يا هاني راك عارف شنو كان انت صواب وجهك حمر خلي انا يقري كاع ما تخبي اش كي قال لنا هذاك قال لنا هذاك في البروج قال لنا هذاك في البروج قال لي دير هذاك مسكر حدا مسكر والله ما بغيتش انا نركب دابا ما بغيتش نركب دابا انا كنا الله عطانا مولاي ادريس جوج مصطفى كيفاش هكا تقول؟ اليوم شريو الاصل دوريجينا عبد السلام خويا وين جيبك؟ الاصل دوريجين ولا ريشه خلاص
قرا كما كتشوف من هنا هذا السلال تبارك الله الدرب هذاك العاد يلا حيد غادي نعطيها لك تجي غير شي راه عارف بدري صحت الان جوج نين ونص باغي نصيف واحد سلام كنا نجيب وسير مع مدر كاع ما تخلي يلا ربح كما كتشوفوا حاليا بادريس كيمشي العود مليح كاين تبارك الله شحال عطيتي يا بادريس؟ كما سمعتوا اخوتي لحد الان بادريس عطاه 2.5 ملايين 25000 درهم باي باي السن ديالو رباعي باي يبا رباعي اسيدي مرحبا تحياتي للناس ديال الصاد تو الدالات ولا ولد انا ودي الدالات ولا سكورين لا لا دالات ها ولا شطيبة شطيبة ها اللي بغيتي ها اللي بغيتي ها اللي بغيتي الدنيا هانية ما كاين حتى مشكل هو عاطيني رجليه راه باينه ديال القلبه راه باينه مزيان ملي درتي لي بعدا الزيت ما كاين حتى مشكل الدنيا هذا الله يربح ولا نجيب حالاتي الله يسهل ما بغيتيش تبيع ليا انا الله يسهل عليك انت عبد الحميد كتشوف ما بغاش شغندير لك خصنت له من والو ديالو وهذا هو اللي كاين راه قلتها لك مباشره راه قلتها لها البارحه عاد دوا معايا والله الا انا البارحه عاد دوا معايا قسم بالله وفيرتو غير الدري الصغير الاخر ماشي عند الغني عند الغني راه عندي عنده مصطفى لك حاجه عندي مرحبا اخو ادريس عطيت لي طلير حيد تقول لي عاد الثمن ادريس راه العود دي عاودوا فلوس مولا الثمن واخا نشاوروا معاك كما كنشوف حاليا كازات الليل اللي تطاش وخرج انا طق ديالي ايوا فين غنخرج ما تعطيونيش اسيدي هو تنبيع انا راه ماشي اجل هذا غيتتباع راه عاود هذا كيتباع بالشروط عاد ما يربح الا بنت بالشروط قول يا مولاي الدوز والله الا كاين ما يدار منها الله يجيبو شي حاجه هذا كبير تقول مولاي ادريس راكو بغينا بخمسه ولا لا راح لهنا بالله الله يسهل عليك ماشي انت واحد اخر الله يسهل عليك ما غاديش ندير لنا نتحاجج دابا نقول حنا تابعين راه كيقولوا لنا يقولوا لنا دابا معمرين عليك وايلي ادريس ويلي واللي ما عرفكش معمر عليك هزرها ليا دابا قول لي الله يرحمك الله يعرفكش الله يسهل عليك ولد عمي تعطينيش قال واحد اه ما تنشحتك والله ما تنشحتك غير تشحطيني غنبين لك عاد الدرهم من البوب نعطيك 100 الف انا عارف اش كاين ادريس انا عارف انا العود انا العود وسير العود انا كاع ماشي ليك وتنقول لك سير واش عارف واش الحليب راه فايت جايب منهم انت فرقي فرقي بالله الا 50 مليون بوب باش نشري بالله اللي شرب الله يسهل عليك ماشي العود الازرق اللي جاي من القراقرة انا ماشي 50 باش نشري بوب ادريس ثلاثة عطاه ثلاثة عطاه ثلاثة عمي ثلاثة ادريس عطاه ثلاثة ربح راه عطيتو ثلاثة ربح الا بانت لك شي حاجة هو باغي حتى هو راه كا هو حتى هو كيقول لي عطيه ثلاثه راه كيقيس بيا اربع سنين اربع سنين اخويا كيقيس بيا الطريق هذا اخويا هذا راه من المنطقه ديال السكواح شرف يا سيدي المنطقه ديال السكواح هذا راه البوراق قول قول لك تي بوراق ولا تركب على البوراق البوراق عاد غتسمى البوراق بصح وثلاثه بالك وانت قول ليها ثلاثه وي وي ايوا شحال وصلتي معاه بدريس؟ ثلاثة ملايين وشحال كيطلب هو ما قالش لك شحال؟ فوت خمسة وهضر معايا كما شتو أن العود طال فيه مولاه فوت خمسة عطاوك مليون كما كنشوفو خير هذا حاليا تيقلب فيه كذلك بادريس عطات فيه مليون ايوه
شحال سامع هذا بدرس؟ 5000 هذا معروف عندي ديال الدار هذا معروف ديال البليده. هذا كان في الموسم عندنا هذا في الموسم كان كيجي حدا واحد الموسم مولاه القادر الجلالي تبارك كيجي كيجاورني ديما في الدار ديما كنتهلا فيه صوت بينا خصو الشعير اللي خصته مرحبا به تبارك معايا وي وي صباح الخير خويا محمد كي داير بخير الله يعطيك خويا محمد الله يعطيك بارك الله فيك كما كنشوفو الخير هذا الله يعطيك الله خويا محمد خويا نبيل كي داير الزراعة ديال البصح صباح الخير خويا نبيل ديال البصح صباح الخير خويا عمي خويا ادريس اش قالوا كاين ما يدار ادريس والله والله الا كاين ما يدار يا ما شدوش صاحبي خويا عادني نجيب البعيه كما كنشوفوا نبيل القنيطري ايوا الميريكاني الاخ ديالي الاخ سي جمال ديال الميريكان تحيا الميريكان كان زمان اش من صحبه اش من عام اش من عام ايام هذه ايام هذه 30 سنه والفلوس 30 سنه مرحبا بك اخويا علي مرحبا بك زورني شي نهار انا نجاوبك زورني تحيه للجاليه ديالنا كامله اللي عايشه في الخارج ديال الناس ديال الميريكان والناس ديال فرنسا والمانيا وبلجيكا مرحبا بهم شنو هنا الله بودريس كما كنشوفوا الخير هذا مازال الله تبارك الله شنو داير في السنه بودريس يلا بدا كيطلع رباعيه عادني كيطلع رباعيه كيطلع سيد الحاج بجوج بحال بحال هذا اللي منه بودريس عندك الله اكبر دائما كنوصي صافي نعاود نوصي الناس اللي غادي تدخل الرحبات رد بالها دائما من هاد الاحداث اللي كتبقى بعض المرات لان الخيول كتبقى خيول كما نقولش هالدم دابا هذا اللوين ديالو الدهم ابا ادريس ياك الدهم هذا فلوس اليوم لا كما كنشوفو مازالين الله خويا بجوج عاودو فلوس عاودو فلوس اليوم ما كاين حتى مشكل اه جموع الاول وريال ما تشدوش عبارة كما كنشوفو خونا نبي كيقول بلي السن جموع الاول وريال ما تشدوش الشنطة سيد سيد شحال سامع اخويا نبيل هذا 320 كما سمعتوا مليون و120 اللي تقاس واللي من اللي باقي ما سامع والو اخويا نبيل اللي من اللي كما سمعتوا اخوتي تعطات فيه 360 وهذا 320 يبارك الله 320 الجمعه الاولى باش بان لك السي ادريس كاين معنا انا سيدي رام ديال الديفو ديال ما كاينش الاوراق ما كاينش الاوراق ما كاينش الاوراق هذه واخا خويا سي نبيل واحد القيده واش كاين يا نبيل
زيد شوف هكا تشوفوا اختي هذا هو الخير اللي تعطيك 320 مليون و 120 لحد الان اللي تعطاه نعم اخويا عندك اخويا بخير ها طيب سلام عليك الله الرئيس مازال ما خطبنا شي واحد اللي قد بيها شو علي قد بيها مازال ما خطبهاش الله يهديك انت من دوك المارك اللي ما كنتش معقول يا المقدم تزعم راك بوردي راه ما عندك لون وكان ماشي واللون راه كلشي راه كل عام عندك لون ماشي المقدم هذا شي خمر معك راه غيقمره ماشي غير راه غيقمره غيولي بيض واه بيض قمري دابا هذا محسوب قمري الزرق حديدي هذا كيتسمى ابو ادريس هذا محسوب قمري دابا هذا محسوب قمري هذا زرق غم زرق الغم هذا غير قمري دابا اي اسمع اي ولي ولي قيطور بيض دابا حيدوا عليا السن ديالو تنيا ابو ادريس ياك اه جوج سنات جوج سنات انت كما سمعتوا 5000 ما كاين مشكل الدنيا انا الله يسهل عليك الله يسهل عليك ما غاديش تقدروا تقولوا لي شي حاجه واش جات طاياج يلا خرجت شي واحد شوالي المسكين التخي يلا اثني باقي معاه المدرسة الله الله شو التوحيمات ديما كنلقاهم في الخيط ديما مناش هذيك ابو ادريس التوحيمات كلهم مخلزين كلهم توحيمات كنلقاهم كنلقاو كنلقاهم في الخيط دائما الحرازات كنلقاو كنلقاهم بزاف كاين اللي كنلقاهم كما كتشوفوا 8000 درهم المعطيه في هذا الخير هذا السن ديالو هذا اخويا السن ديالو 7 سنين كما سمعتوا البيع ديالو بجميع الشروط هذه ابو ادريس زهر كيمشي مازالين مع ابو ادريس مازالين معاك الرحيم هذا الرجل هذا كان جيب لي واحد العظم وبقى عندي فوق عام
قال لي واش بلي عظمي ودي خليني نشم فيه الريحه خليني كنشم فيه الريحه راه كاتب فيها الجواد تماك السميه تبارك الله وقول لي واحد النهار واجيبوا لي ولدي الله يرضى عليك كنبقى كنبغي نحرك شويه سميتو العاودي داكشي قلت له كاين عمي نجيبوا لك وجدوا لك قلت له شي ديفو انا معاك ها يلا الله يسهل وانت ولدنا معروف بيه معروف معروف عمي انا معروف مع الناس كاملين الله يعطيك الخير الطرف الله يعطيك الخير الطرف وعندهم متتبعين داخل وخارج الوطن الناس متابعه هذا من الشجره القديمه معنا الله يطول لنا في عمرك عمي تحياتي لك عمي الله يبارك لك سيفيني